بسم الله الرحمن الرحيم. This is Dr. Hoda Fathi presenting lecture number 3 in unorganized drugs part. We will start this lecture by balsams. Balsams are not produced by plants normally, but as a result of injury. يعني النبات مش بيكونهم طبيعي، لا لازم ان الشجرة نفسها تتجرح علشان يبتدي يكون البلسمز. They are characterized by high percentage of balsamic acids. مين هم البلسامك acids دول؟ من ضمنهم البنزويك and cinnamic acids. أول example فيهم بيبقى البنزوين. البنزوين ده pathological product زي ما اتفقنا أن الشجرة مش بتكونه طبيعي. لا ده pathological product نتيجة للإنجري سواء by human أو طبيعي by fungi. التريز هتبتدي تكون بعد الانجري اللي هيحصل ده، هتبتدي الكامبيوم اللي موجود في الشجره هيبتدي يكون نيو وود، والوود ده هيبقى فيه شايزولايزوجينس داكت هي دي المسؤوله عن تكوين البلسم. يبقى بعد جرح الشجره سواء باي هيومن يعني بني ادم هو اللي جه اللي جرح الشجره، او في اصابه جت عن طريق فطر ما فانجاي، هتبتدي الاشجار تكون البلسم. مين اللي بيكون بالظبط البلسم في الشجره؟ بتبقى الوود اللي فيه شايزولايزوجينس داكت. في نوعين من البنزوين، سوماترا بنزوين وصيام بنزوين. سوماترا دي جزيرة طبعا، وصيام اللي هي الاسم القديم لتايلاند. سوماترا بنزوين الديفينيشن بتاعه بيقول بلسامك ريزن. حصلت عليه منين؟ حصلت عليه من انسايز ستيمز اوف ستايركس بنزوين اند ستايركس باراليل نويرس فاميلي ستايريزي. المفروض ان هو contain not less than 25% total balsamic acids calculated as cinnamic acid. يبقى الشجرة اللي اسمها باللاتين styrix benzoin، وبرضو في شجرة تانية اللي هي styrix parallel neurus، بروح انا اجرحها هتبتدي تفرز البلسم. الديفينيشن بيقول لك ان البلسم ده المفروض يكون فيه ما يقلش عن 25% من وزنته balsamic acids، بحسبهم كلهم as cinnamic acid. المفرج هنا شكله ايه؟ زي ما بواضح قدامك في الصورة، تبقى عبارة عن كتل masses of whitish almond tears embedded in grayish brown or reddish brown resinous matrix. يعني بيبقى فيه كتلة لونها على grayish brown وفيها حتت لونها أبيض، الأجزاء البيضة بيسموها almond tears. طعمه ايه؟ طعمه gritty when chewed، يعني بيقرقش لما أبلعه، يبقى taste gritty when chewed. طيب سيان بنزوين، قلنا سيان ده الاسم القديم لتايلاند، برضه هيبقى نفس الديفينيشن، بلسامك ريزن obtained from incised stems of styrix tonkinensis family styrix. بالنسبة للمورفولوجي نفس الحكاية، برضه هتبقى كتل لونها أغمق، لونها ريدش براون وفيها برضه الوايتش تيرز embedded فيه، يبقى كتلة بني وفيها حتت بيضة، الأجزاء البيضة بسميها almond tears. تيست هنا بلاستيك ونشود يعني بيمضغ زي المستيكة، والأودر تبقى أودر أوف فانيلين يعني ريحة حلوة. طيب بالنسبة للكونستيتوينت وبرضه بقية الفيزيكال كاركتر، بنقول إن إحنا كنا اتفقنا قبل كده إن لما بسخن الريزن عامة بتبتدي يحصل لها إيه؟ بتبتدي يحصل لها إنها تسيل وبعد كده بتتحرق وتطلع فيومز سموكي فليمز. البلسم هتبتدي برضو لما تسخنها هتبتدي تسيل يعني تبقى ليكويد، وبعد كده هتتحرق وتطلع وايت فيومز. هنا بقى ما هواش دخان مهبب، لا، البلسمز لما بتتحرق بتطلع دخان لونه ابيض اللي هي دخان بتاع البخور، يبقى وان هيتد بيطلع وايت فيومز اوف بلسامك اسيدز. احنا كده خدنا ثلاث حاجات في الاكشن دراي هيت. الجمز بيحصلها كاراميلايزيشن وتطلع ايه؟ وتطلع ريحة الكراميلا. الريزن بتبتدي على الورمينج بتبتدي تحصل لها ايه؟ تسيل يعني تبتدي تتحول الى ليكويد ستيتس، وبعد كده لما الحرارة بتزيد الاكشن اوف دراي هيت هتبتدي تتحرق وتطلع سموكي فليم. انما البلسمز بتتحرق وتطلع وايت فيومز اوف بلسامك اسيدز. سوربيليتي طبعا انتايرلي سوليبل ان الكول. بالنسبة للسوماترا هيبقى فيها free balsamic acid الاتنين موجودين، السيناميك وبنزويك، وبالتالي هيبقى فيه esters من الاتنين acid برضو موجودين، وبعض المركبات الأخرى مش مشكلة هما مين، بس احنا بندي hints كده سريعة على constituents.
بالنسبة للسيان موجود في البنزويك أسيد أونلي، وبالتالي الإستر هيبقى كونيفرايل بنزويت، وده المسؤول عن استخدامه في البرفيوم لأن ريحته جميلة جدا. السوماترا بنزول ما فيهاش تنين، إنما السيان بنزول فيها سايا ريزينو دانول، وبالتالي لما تعمل تيست فور بالفيريكودرايت فور تانينز هتديك اللون الأخضر. والصيام برضو فيها تريسز أو فانيلين. لما نقول تاني السوماترا فيها الاثنين أسيدز سيناميك وبنزويك، وبالتالي هيبقى فيها إسترز من الاثنين. الصيام فيها البنزويك فقط، وبالتالي الإستر هيبقى كونيفرايد بنزويت وأذر إسترز. وكونيفرايد بنزويت اللي عملهولك بالأحمر لأن ده المركب اللي ريحته جميلة ومسؤول عن استخدام الصيام في البرفيوم. موجود فيها برضو صايا ريزينو تانول، وبالتالي بيدي التست بتاع فيريك الكلورايد لون جرين، وموجود تريسز اوف فانيلين. بالنسبة لليوزز السوماترا هتستخدم فور ريسبيراتوري كاتار، يعني في كل حاجات او في حاجات كتير من التهابات الجهاز التنفسي زي البرد والانفلونزا والحساسية الانف. الصيام بتستخدم زي ما قلنا في البرفيومز. هنت صغيرة على السوماترا بنزول اللي بيقولك لازم تحفظه تايتلي سيلد وستور بيلو 25 degrees away from light. ده المنظر اللي انت لما بتيجي تسخن البلسم هتبتدي تطلع الدخان الابيض اللي انت شايفه واللي كلنا بنشوفه لما بنيجي نولع عود بخور. التلاتة بلسمز اللي هناخدهم بعد كده بلسم بيرو، بلسم تولو، وستوركس. بالنسبة لبلسم بيرو مش حاطة صورة لانه عبارة عن ليكويد. الديفينيشن بتاعه بيقول obtained from scorched and wounded trunk of myrosylum balsamum variety barrieri family leguminosi of fabaceae. الفابيسي اللي هو اسم جديد طبعا لفاميلي leguminosi. مايرون باليوناني القديم بتعني ointment. البلسم ده مفروض ان ما يقلش الكونستيتوينت بتاعته عن 45% وما تزيدش عن الريزن استرز. هنا بنحسب استر مش بنحسب اسيد زي التاني. قلنا المورفولوجي بتاعه دارك براون فيسيد ليكويد. التيست بيبقى بيتر اكريت يعني طعمه مر شويه. الريحه اروماتيك اودر اوف سيناميك اند فانيلا. بلسم طوله هيبقى الشيب بتاعه براون سوليد. والديفينيشن اوبتيند فروم ووند ترانك اوف مايروزايلون بلسامن برضه نفس الاسم ونفس الفاميلي. بالنسبه للتيست بريتل بلاستيك ماس ونتشود يعني برضه بتعمل زي الماستيكه. والريحة فانيلا لايك اودر. الستوركس المفرج بتاعه زي ما هو واضح قدامك عامل زي السمنة، بتبقى سيمي ليكويد جريش اوبيك يعني لونها جراي غامق، والكونسيستنسي بتاعتها بتبقى شبه سمنة او سيمي ليكويد. التيست بلسامك والاودر برسامك. اما الديفينيشن بنقول هو obtained from wounded trunk of liquid amber orientalis family hamamelidis. طبعا ليكويد امبر يعني العنبر السائل اللي جاي من بلاد الشرق. هنا الاودر لو انت قلت لي اي واحده من دول اوكي اتس اكسبتبل، قلت لي اروماتيك بلسامك فانيلا كل حاجه من دول مش مشكله، مش لازم تبقى حافظ الاودر بتاع كل واحد. والتيست طبعا يعني تبقى بس عارف ان البيرو مر شويه ومش مهم برده الباقي. بالنسبه للكونستيتوينتس بس البيرو هيبقى فيه الاثنين اسيدز موجودين السيناميك والبنزويك. التولو هيبقى فيه السيناميك وبنزويك برضو انما الستوركس فيه السيناميك اسيد اونلي. البيرو كمية البلسم اللي موجودة فيه بلسامك اسيد تبقى صغيرة، يعني فري بلسامك اسيد اللي في البيرو صغيرة مش كمية مش كبيرة. البلسم استرز هتعتمد طبعا على البلسم اسيد اللي موجود. في حالة البيرو هيبقى موجود تنويع وتولو، بيرو وتولو الاثنين هيبقى موجود تنويع من الاثنين، يعني ممكن يكون فيه بنزايل بنزويت بنزايل سيناميت. الستوركس مفيهاش غير سيناميك اسيد بس، فبالتالي الاستر هيبقى من الاسيد ده بس، فهيبقى سيناماين سيناميد. الريزن استر بقى في حاله البيرو ما تسميه على اسم النبات هيبقى بيرو ريزينو تانول، يعني معناها في تانين هنا متحده مع الاسيدز اللي موجودين اللي هم السيناميك وبنزويك. التولو بيبقى في تولو ريزينو تانول برضه في تانينز متحده مع الاثنين الموجودين السيناميك والبنزويك. الستوركس ما فيش تانين ستور ريزينول ومتحده مع السيناميك. يبقى الفري اسيدز موجوده في البيرو الاثنين بكميه صغيره، التولو الاثنين، الستوركس السيناميك بس. الاسترز في البيرو والتولو هيبقى بنزايل بنزويت وبنزايل سيناميت، الستوركس سيناميت سيناميت فقط. ريزن استر في البيرو على اسم النبات بيرو ريزينو تانول
موجود متحد في الاثنين اسيدز، التولو هيبقى تولو ريزينو تانولو برضو مع الاثنين اسيدز، الستوركس هيبقى فيه ستور ريزينول مفيش تانيين، ومتحده مع الاسيدز اللي موجود اللي هي السنان. بلسافيرو زي ما اتفقنا بيبقى ليكويد، والدنسي بتاعته بتبقى اعلى من الدنسي بتاع الميه، فبالتالي لو انا عملت ميكسينج مع الووتر ولقيت له بيحصل فلوتينج يبقى اكيد البيرو ده ادلتريتد، يا اما باضافه الكول او تربنتاين. يبقى تغير الكثافه بتاعت البيرو بيديني على طول انديكيشن ان البيرو ده ادلتريتد، whether it is adulterated with alcohol or turpentine. اما بتقولوا برضو علشان ده حاجه طبيعيه وغاليه جدا، فممكن انا اعمل له ريبليسمنت بتولو فليفر في الصناعه لو انا عايز اعمل مثلا احطه على دواء كحه او حاجه عشان يديني نفس طعم وريحه البلسم تولو. في حاجه خلطه سينثيتيكالي اسمها تولو فليفر. تولو فليفر مكونه من 7 مركبات، هذكر لك بس 3 اسهل 3 فيهم عشان يبقى سهل قوي انك تفتكرهم، هيبقى السيناميك والبنزويك والفانيلين. يبقى تولو فليفر دي عباره عن ميكشر من 7 مركبات، ممكن استبدل التولو الطبيعي بيهم في الطعم والريحه فقط، طبعا مش في الاكشن، في الطعم والريحه فقط، بستبدل التولو بالتولو فليفر. ودول 7 مركبات هذكر لك 3 منهم، البنزويك والسيناميك والفانيلين. اليوز بتاع بلسم بيرو بيستخدم كاكسبكتورنت، ده يوز انترنالي، اما اكسترنالي بيستخدم في تريتمنت اوف هيمورويد، بادلي هيلينج وونز، باد سورز وسكيلز، يعني بيبقى فيه جرح في الجسم سواء كان الجرح ده مش بيلم بسهوله او تقرحات الفراش او في الهيمورويد. بلسم تولو بيستخدم انترنالي في حاله ادويه الكحه في الدياتريك كاف بريباريشنز، وبرده اكيد طالما لسه هنقول له ريحه وطعم حلو فبيستخدم كفليفر في السيرم. الثوركس الاستخدام بتاعه شبيه بالبيرو، بيستخدم في الونز والألسرز والهيمورويد. هنا في السلايد دي حطيت لك الخمسة بلسم مع بعض عشان يبقى التست بتاعهم سهل. بنقول ان التست ده انت لو عملت وورمينج مع بلسم برمنجانيت، يعني خدت قطعة من الحاجات الصوليد طبعا او ملي من الحاجات الليكويد وحطيته في تست تيوب، حطيت معه بوتاسيوم برمنجانيت وسخنت على الفليم، هتشم ريحة بنزل دهايد في حالة البلزمز اللي موجودين فيها السيناميك اسيد، وده ليها ميكانيزم اوف اكشن مش لازم ان انا اشغل دماغك بيه دلوقتي، بس تبقى عارف ان اي بلزم فيه سيناميك اسيد بكمية كويسة هيديني ريحة بنزل دهايد لما سخن مع البوتاسيوم برمنجانيت. افتكر كده مع بعض مين اللي قلنا فيهم سيناميك، هتلاقي السوماترا هيديك البيرو، انا قلت ان فيه صحيح لكن ما تنساش ان انا قلت كمية السيناميك والبنزويد فيه صغيرين، فبالتالي مش هتسمح انك تشم ريحة البنزل دايد اللي هتتكون. يبقى هنا التست ده نيجاتيف، مش هطلع اي ريحة رغم وجود السيناميك اسيد في البيرو. التولو اكيد طبعا فيه موجودين الاثنين، راح يدي ريحة البنزل دايد. الستوركس ما فيهوش غير السيناميك اسيد اصلا، فاكيد برضه هيدي ريحة بنزل دايد. التست مع الفيريكولرايت ده تست فور تنين، مش هيديني مع السوماترا اللي قلنا ما فيهاش تنين، هيديني مع السيان ومع البيرو ومع التولو، كل دول هيدي جرين كلر لان في تنينز، الستوركس مش هتديني اللون عشان ما فيش تنينز. بالنسبه للتحضيرات الفارماكوبيه، في تحضيره كومباوند بنزوين تنكشر، دي عباره عن سوماترا بنزوين والوز وستوركس دايبين في اثانول 96%. تستخدم في ايه التحضيره دي؟ التحضيره دي بتستخدم في حالات السكين انفكشن اند فور هيلينج امبلايكال كورد. يبقى الميكشر بتاع سوماترا بنزوين والوز وستوركس دايبين في الكول 96%، بستخدمه في علاج بعض السكين انفكشن وفور هيلينج الامبلايكال كورد. التحضيرة التانية بنزوين انهاليشن، برضه سوماترا بنزوين مع الستوركس دايبين في الكول من غير الزمراتي، دي بنستخدمها فور اسبيراتري ديس اوردر زي الانفلونزا والبرونكايتس. نستخدمها ازاي؟ بنجيب بول او اي كونتينر فيه مية مغلية سخنة حالا، لسه مغلية وسخنة حالا، وبتحط عليها معلقة كبيرة من البنزوين انهاليشن، وببتدي اشم الفيبرز اللي طالعه وبغطي نفسي انا والطبق بالفوطه علشان تركيز كل الفيبرز تبقى في مناخيري واشمها. دي بتساعدني كتير في حالات الريسبيراتوري ديس اوردر زي الانفلونزا قلنا والبرونكايتس.
اخر واحد في الكلاس بتاع ريزن وريزن كومباينيشن هيبقى الشيلاك او الجمالكة. Shellac is a purified material obtained from the resinous secretion of the female insect carrier lacca. طبعا اكيد مش هنحفظ اي definition لعواقب الحشرات، بس تبقى عارف ان دي حشرة بتطلع افراز، الافراز ده بيدوب في الالكول، female insect اللي بتطلعه والافراز ده بيدوب في الالكول، وباخده انضفه اعمله purification وfiltration، وفي الاخر بيطلع زي ورق السلوفان كده لونه اصفر. بستخدمه في ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان الجمركه دي بتستخدم از افارجش، وممكن تستخدم في الدنتستري. ليه؟ علشان بياخدوا بيها مقاسات الفم في الحاله ان انا عايزه اعمل مثلا طقم اسنان او عايزه اعمل تركيبه او اتفر، ممكن بتخش في الميكشر اللي بيتحط في البق عشان ياخد بيه المقاس. هي مالهاش دعوه بالتركيبه، مالهاش دعوه بالطقم خالص، هي مجرد بتدخل في العجينه اللي انا باخد بيها مقاسات الجو او الفم. الشلاك ده بيعتبر ناتشورال بوليمر، شبيه بالحاجات السنسيتك بوليمر، علشان كده بسميه الناتشورال بلاستيك. في بعض الاحيان بتدوق الفاكهه بتحس ان القشره بتاعتها زي قشره التفاح مثلا، تحس انها ناشفه زياده عن اللزوم. احيانا بيدهنوا بيها الفروس عشان تستحمل النقل المسافات الطويله. جمالك في حد ذاتها ما هياش سامه، السام هو الاضافات اللي بتتحط عليها زي المثل، انما اكل الشلاك ما فيهوش اي مشكله خالص، بتخش في حاجات في فارماس كتير. الكلاس اللي بعد كده اللي هو الجوس، الجوس ممكن نطلق عليه برضو او نسميه الفلودي بلانت ساب، يعني زي عصير بتاع النبات، يبقى الجوس ايكوالز فلودي بلانت ساب او البلانت ساب. والاكزامبل الوحيد اللي عندنا اللي انت اشتغلت اوريدي في المعمل اللي هو الالوز، او بعدين اشتغله الالوز ده، بقول ان انا باخد الجوس اللي طالع من النبات وبعمله كونسنتريشن، والنبات ده بيبقى ديفرنت الو سبيشيز فاميلي ليليز. النوع الاول حسب المكان اللي بيطلع منه اسمه باربادوس الوز او كيوراساو الوز، الاثنين زي بعض. باربادوس دي ايه؟ دي عباره عن جزر في المحيط الاطلنطي، الكيوراساو موجوده مكانها جنب فنزويلا. ديفينيشن بيقول لك ايه؟ نفس الحكايه اللي لسه قايلينها دلوقتي، انا خدت الجوس اللي طالع من النبات اللي اسمه الو باربارنسيس. الباربارنسيس هو نفسه اللي انت بتسمع عليه كتير جدا، موجود في كل ازايز الشامبو والبلسم والكريمات واي حاجه فيها الوز، اللي هي الالوفيرا. الباربارنسيس هي نفس السينونيم بتاع الالوفيرا، بس انا قصدت احط باربارنسيس لانه مش متداول. تبقى عارف لما تبقى عارف ان هو الالوباربارنسيس ايكوال الوفيرا، الاثنين نفس النبات. يبقى الديفينيشن concentrated and dry juice of the leaves of الالوباربارنسيس contain not less than 28% of hydroxyanthracene derivatives expressed as barbaline. يبقى النبات ده لما بيطلع الجوس ببتدي اخده انشفه، هيبقى المفروض نسبة الهيدروكسي انثراسين ديريفيتيف فيه ما تقلش عن 28% وتتحسب as barbaline. شكله ايه؟ شكله بيبقى كتل لونها بني غامق، solubility soluble in hot alcohol و partially soluble in boiling water، والتيست بيبقى فيري بيتر. هنا لما احب ادوق، لو جالي في العملي باودر لونه غامق قوي، هبتدي احط على طرف لساني، اول ما احس على طول بالطعم الوحش ده بروح على طول على الحوض واغسل بقي على طول، لان طعم مر جدا. النوع التاني اللي هو كيب الوز، والكيب جايه من كيب تاون في جنوب افريقيا، نفس الديفينيشن برضو، هيبقى concentrated and dry juice of the leaves of various species of aloe mainly aloe ferox. وهنا هيبقى حاسب ان هو ما يقلش الconstituent بتاعته عن 18% من hydroxy anthracene derivatives expressed as barbaline. والرقمين دول بعرفهم 28 و18، المطلوب منك انك تعرف الرقمين دول. نفس المورفولوجي برضو، هيبقى اجزاء لونها بني، انما هنا فيها تنج جرين. solubility هي هياها، soluble in hot alcohol و partially soluble in boiling water، و taste برضو اكيد very bitter. واكيد احنا مش مطالبين ان احنا نفرق في المورفولوجي بين الكيب الوز والباربادوس الوز، لان بس معلومة نظري بتاخدها، لكن لو جالك في امتحان السبوتس بتقول الو وخلاص، الو جوز طبعا، مش هتقول الو تجري، لا لازم تقول الو جوز. وبالمناسبة برضو في السكيم لما تيجي تملالي الكلاس الكيميكال كلاس بتاع الكومباوند، المفروض ان انت بتكتب الكلاس اللي دارسها في المحاضر، اللي هو تكتب لي جام ولا الوز ولا جوز، ما تروحش تكتب لي كربوهيدرات. لا، النيتشر بتاعته صحيح كربوهيدرات مثلا جام، لكن انا مش عايزك تكتب كربوهيدرات،
لو جالك جام اكيشيا في القانون المفروض تكتب الكلاس بتاعه جام، ما تكتبليش كربوهيدرات. فين بالظبط في النبات بيطلع الالو جوس؟ بيطلع في البريسايكل اوتسايد ايتش فاسكولار باندل. انما الالو جيل اللي انت بتسمع عنه موجوده في حاجات كتيره في الشامبوهات او البلسم او الكوزماتكس عموما، دي بتيجي في اللور سيرفيس اوف فيلي. يبقى الاول بحضر الالو جوس، ان انا بقطع الليف دي ترانسفيرسلي وبعمل كولكشن للجوس من الابر لير، انما الجيل بعملها كولكشن في اللور لير. ودي ده تي كات في الليف عشان تفهمها اكتر. الاوتر بارت هو ده اللي فيه الانثراكينون، ثم انا هحط لك عليها السهم الاحمر. الانر بارت اللي موجود السهم الازرق ده اللي بيطلع الجل الالوجين. حضروا ازاي الالو جوس؟ في طريقتين للتحضير حسب المدينه اللي جاي منها. الكيب الوس اللي هي قلنا في كيب تاون في جنوب افريقيا بيعمل ايه؟ بيجيب الليفز ويقطعها ترانسفيرسلي نير ذا بيز، وابتدي ان هو في حفره في الارض محطوط عليها كيس بلاستيك، يعمل ارينجمنت للليفز دي على كيس بلاستيك، ويسيب الجوس يقع لحد ما خلاص ينز كل اللي موجود في النبات. يجمع الجوس ده ويعمل له بويلنج ويحطه في كونتينرز ويسيبه لحد ما يحصل له سوليديفيكيشن، وبالتالي بيطلع هنا جلاسي، بيطلع شفاف، واللون طبعا زي ما اتفقنا بيبقى لونه بني غامق، اجزاء بني غامق. البربادوس الوس الليفز بتتحط في في شيبد انكلايند وودن كونتينرز، يعني كونتينرز خشبيه شكلها شكل الفي شيب، وبرده نفس الكلام بيسيبها تنزل الجوس بتاعها وبيعملها كولكشن. لكن هنا التسخين بيبقى ات لو تمبرتشر، ما بيغليش، بيفضل يسخن ات لو تمبرتشر. تسخين فايدته ايه؟ تسخين فايدته ان انا بعمل كونسنتريشن زي ما اتفقنا، وبيطلع في الاخر لونه غامق برده، انما اوبيك يعني معتم مش شفاف، وفي ساعات بيبقى فيه سمول كريستلز. ادي المنظر بتاع الكيب الوس في الارض، عاملين حفره وحاطين كيس بلاستيك وسايبين الليفز ان هي تنزل الجوس بتاعها، وبياخدوها في كونتينر زي البراميل ويبتدي يغلي بدرجه حراره عاليه لدرجه توصل لدرجه الغليان. الكونستيتوينت زي ما اتفقنا انثراسين ديريفيتيفز، دول بيبقوا سي جلايكوزايدز. سي جلايكوزايد دول از ان اكزامبل فيهم البربالوين، وفي بيبقى بعض الاو جلايكوزايد، والاكزامبل بتاعهم الالو اينوزايد. برضو بيبقى فيه فري اجلايكونز، واكزامبل بتاعهم الالو ايمودين والكريزو فينا. يبقى احنا كده عندنا نوعين من الجلايكوزايد، سي جلايكوزايد، ودي كسرها صعب جدا عشان افصل الاجلايكون من الشوجر، بتحتاج اوكسيداتيف هيدروليسيس، ودي اللي انت عملتها في المعمل بالفيل الكودرايد والاتش سي ال. الاتاتشمنت هنا بيبقى ثرو سي سي بوند، الاو جلايكوزايد بيبقى الاتاتشمنت ثرو او جلايكوزايد. نتيجه الحراره اللي انا استعملتها ونتيجه طبعا لطبيعه النبات نفسه بيبقى فيه فرق في الكونستيتوينت. هتلاقي في الكيب الوز في موجود بيتا بربروين، دي نتيجه الحراره العاليه اللي استخدمناها. البربادوس ما بيبقاش موجود فيها لان الحراره هنا قليله. الايزو بربلوين بيبقى موجود بكميه اكتر في البربادوس. الالوميدين موجود في الاثنين، البربلوين موجود في الاثنين، الكريزوفينول بيبقى موجود في البربادوس فقط. يبقى نتيجه الحراره العاليه البيتا بربلوين بيبقى موجود في الكيب ومش موجود في البربادوس. الايزو بربلوين بتبقى كميته اكتر في البربادوس، الكريزوفينول مش موجود في الكيب. طب نيجي بقى نشوف التست اللي انت عملتها اوريدي في المعمل. لو عملت بورن تراجر عادي هيديني روز ريد كلر، ده تيست فور اجلايكون، مش بسخن ولا بعمل اي حاجه خالص، ده يا دوب بعمل اكستراكشن للبترونيوم ايثر وفلتر واحط امونيا هيديني روز ريد على طول، ده نتيجه الاجلايكونز اللي موجود. لو عملت موديفايد بورن تراجر بعمل هنا اوكسيداتيف هيدروليسيس، باخد النبات وابتدي او الجوس سوري وابتدي اسخن بالفيريك كلورايد واتش سي ال عشان اكسر السي سي لينكج، هتبتدي يبقى عندي اجلايكونز فري وشوجر. بعمل شيكينج مع بترولين ايثر ليه؟ علشان كل الاجلايكونز دول حاجات نان بولر، هتحب تروح في طبقه البترولين ايثر مش الميه. اتاكد منين؟ ان اعمل اكستراكشن هتلاقي طبقه البترولين ايثر اللي فوق بدل ما هي كانت شفافه هتبتدي تاخد اللون الاصفر، يبقى كده الاجلايكون حصل لها اكستراكشن في طبقه البترولين ايثر. استنى لما يفصلوا الاثنين عن بعض كويس قوي وابتدي اخد البترولين ايثر لوحده في تست تيوب نظيفه وناشفه واحط عليها نقطتين ثلاثة بالكتير أمونيا، هتديني روز ريد كلر
على طول في الايكوس لير اللي هي الطبقة اللي تحت. التست اللي بعد كده اسمه شوتتنس تست، بتاخد اجزاء من الباودر سباتشولا كده ولا حاجة وتحاول تدوبها في بويلنج ووتر، وممكن احط تالك باودر عشان اعمل كلاريفاين للاكستراكت بتاعي، بس انت في المعمل مش هتعمله، انت على طول هتاخد وتسخن وتفلتر وتحط عليه دايسوديوم تتربوريت اللي هو اسمه البوركس، وهتسخن تاني. بعد كده بتاخد من السوليوشن ده 2 مللي وتعمله دايليوشن بالووتر، وتشوف تحت لمبة اليو في هيديك جرين فلوريسنس. لمبة اليو في بستخدمها عندي 366 نانومتر. يبقى التست ده اسمه، انت في المعمل بتسميه بوركس تست، لكن هو له اسم على اسم العالم اللي عمله اللي هو شوتتنس تست، وده برضه نتيجة لوجود الالفا كينون جلايكوزايت اللي فيه، لان البوركس بيبتدي يعمل باثوكروميك شيفت وبتبتدي تشوف جرين فلوريسنس اندر ذا يو في لامب. الكوبرالوين تست او كلانجس تست بتعمل ايه؟ برضه نفس الكلام، باخد باودر مع المية وسخن، وبعد كده افلتر وابتدي احط على فلترت كوبر سلفيت وصوديوم كلورايد. الصوديوم كلورايد هنا احنا بنحطه في المعمل كريستلز، لكن هو التست الاصلي المفروض بيبقى ساتوريت السوليوشن، فاحنا اسهل لك بنقول لك حط كريستل من الصوديوم كلورايد وبتحط عليه كمان 2 مللي الكول، هتلاقي فيه لون واين ريد اتكون مع البربادوس الوز نتيجه لوجود الايزوبربادوين، وبرده هيتكون لون مع الكيب بس هيبقى لون فاتح لان الكميه هنا شويه صغيره، يبقى الريزلت في الاخر لون احمر، هيبقى الاحمر غامق في البربادوس الوز واحمر فاتح في الكيب. ليه؟ لان التست ده معتمد على نسبه الايزوبربادوين اللي موجوده في الالوز. والتست ده تاني انت بتسميه كوبرالوين او كوبرالاين على حسب انت بتنطقها ازاي، او كلانجز تست. نيتروس اسيد تست برضو تست فور ايزوبربادوين، نفس الكلام، بتاخد الباودر سخن مع الميه وبفلتر على الفلترت، اكيد الفلترت في جميع الاحوال الفلترت بستنى ما يبرد شويه، ما بتحطش حاجه وهي مغليه يعني، بتحط صوديوم نيترايت عليها دروبس اوف اسيتيك اسيد، مفيش ازازه مكتوب عليها نيتروس اسيد. نيتروس اسيد ده بيتكون انسيتو من الاكشن اوف جليشيال اسيتيك اسيد على كريستال صوديوم نيترايت، نفس الكلام برضو هيديك لون غامق احمر غامق مع البربادوس، ولون بينك او روز مع الكيت نتيجه لان الايزوبربالوين كميته مختلفه في الاثنين. يبقى دول اتنين تست فور ايزوبربالوين، كوبرالوين تست والنيتروس اسيد تست. اليوزز بقى بتاعت الالوجوز، اكيد كلنا عارفين ان الانثراسين جلايكوزايد دي بتستخدم كستيمولنت لاكسيف، ونفس البريكوشن اللي انت سمعتها عن دكتوره ايمان في جولي فروت لما اتكلمنا على السنه هتابلاي هنا بالظبط، برضو بتعمل جريتنج افكت وبتحط معاها كارمينيتيف، ومفروض برضو اكيد بباعد بينها وبين اي دواء تاني، وبتتاخد عند البيد تايم عشان بتاخد وقت عشان تشتغل، وممكن تعمل الكترولايت امبالانس وكل الحواديت اللي انت سمعتها قبل كده في الدراج انتراكشن او في البريكوشن بتاعة السنة هتأبلاي هنا مع الألو. الألو جوز برضو له انتيسيبتيك اند انتي بكتيريال افكت. واكيد برضو دكتورة ايمان كلمتك وهي بتحكي لك على الكولاسنس على الراس الستيل موجودة في السوق المصري اللي هي النصار، رغم ان في بي كويشن ماركس عليها، واكيد كلمتك دكتورة ايمان في الجزء بتاعها على مشاكل الكولاسنس. انا هنا بس هقول لك ايه مشكلة الالوز، اعترضنا عليه ان طبعا الدوز عالية جدا، 100 ملي جرام بير تابلت ده يعتبر عالي، المفروض ننتري دوز بتاعة الالوز ما تعديش ال 50 ملي جرام، ايفن اعتبر ان 1 جرام خلاص انت كده دخلت فيتال دوز للالوز، يبقى كده انت الدوز اللي موجوده فيه عاليه جدا، ده غير طبعا وجودها مع حاجات تانيه زي السكامني ريزن او كولاسنس، دي حاجات دراستيك بيرفيتيف حاجات قويه جدا، فالمفروض الحقيقه ان احنا ما بننصحش نهائي ان اي حد ياخد الراس دي. الهاي دوز بقى بتعمل ايه من الالوز؟ الهاي دوز ممكن تؤدي الى كيدني فيلير، واكيد احنا الكونترا انديكيشن برضو احنا قلناهم قبل كده مع السنه اللي هي في الانتستاينال كونديشن زي الالسيراتيف كولايتس او الاوبستراكشن. هتيجي تشوف هتلاقي الـ FDA سحبت كل المركبات اللي موجود فيها ألوس. ليه؟ لأن هي طلبت من المصنعين إن يدوها سيفتي داتا بتاعة الألوس، للأسف ده ما حصلش فسحبت كل المركبات أو سحبت الترخيص بتاع كل المركبات اللي موجودة في السوق لـ containing ألوس. الـ
الجل بقى احنا قلنا ده اللي موجود في اللور بارت، ده زي ما انت شايف بيبقى زي المخاط كده لونه ابيض، وده اللي انت بتشوفه بيتباع، الناس واقفه دي بتبيعه في الارصفه او بيخش في كل الكوزمتكس. يبقى بعد ما احنا اوريدي قلنا في المحاضره في النص كده ان انا بعد ما بخلص خدت الجوس، او حتى لو انا مش عايزه اخد الجوس مفيش مشكله، انا باخد الاجزاء السفليه فبقطع العلويه انا مش عايزاها، باخد الاجزاء السفليه من الليفز وابتدي اعمل سكويزنج عشان احصل على الجل. الكونستيتوينت بتاع الجل ده بيبقى ايه؟ بوليساكرايد. البوليساكرايد ده وحده البناء بتاعت ورمنوز، منوز، جلاكتوز، جلوكوز وارابينوز. بيبقى فيه اسي منان. اسي منان يعني ايه؟ يعني اسي طريقة المنان. منان ده جزء من تكوين الهيميسيلولوز. يبقى اسي منان ده هايلي اسيتايليتد منان، طبعا الكلاس بتاعه ده كربوهيدرات او بوليساكرايد. ومنان ده ايه هو؟ ده جزء من الهيميسيلولوز. بالاضافه الى بروتيز انهبيتور براديكالينيز. يعني ايه كلمه بروتيز انهبيتور؟ بروتيز انهبيتور ده الفارماكولوجيكال اكشن ترجمه ان هو بريفنت فايرال ريبليكيشن. بيستخدم في ايه؟ توبيكالي بيستخدم في كوزمتكس كتير قوي، كل الحاجات قلنا الشامبوهات والبلسم والكريمات واللوشن وحاجات السان سكرين والكلام ده كله دي فيها كونتيننج الالو جل. فايدته ايه؟ فايدته مويسترايزنج اند ريفيتالايزنج، بيزود الوند هيلينج خصوصا في البيرن، وانهانس برميشن اوف سام ووتر سوليبل بورلي بيرميبل كومباوندز اللي احنا بنسميه في ساينتفك تيرم اول بنتريشن انهانسر فور ترانسديرمال ديليفري. يعني لو انا عايزه احط في جل او في تحضيرة كريم مواد كانت السوليبلتي بتاعتها ووتر سوليبلتي بتاعتها قليله، ممكن ان انا بحط معاها الالو جل عشان تحسن اختراقها للجلد. انترنالي بقى ممكن لو تاخد انترنالي هيساعد في علاج الجاستريك ألسر. الأسي منان اللي انا جبت سيرته في السلايد اللي فاتت ده لوحده له هاز انتي فايرال اند سايتوتوكسيك اكشن. الكلاس اللي بعد كده اللي هو دراي ليتكس. يعني ايه كلمة ليتكس؟ ليتكس ده افراز من النبات بيبقى عبارة عن اويل ان ووتر ايمالشن اور سسبنشن. الجزء الايكوس اللي فيه بيبقى كومبوزد اوف ميه دايت فيها مينرال سولتس وبروتين وشوجرز والكالويدز. الجزء الاويلي بيبقى كومبوزد اوف اويل اند ريزنز. يبقى ليتكس از ان اويل اوتر ايمالشن اور سسبنشن. الايكوس فيز كومبوزد اوف ووتر ديسولفينج مينرال سولتس بروتين شوجرز اند الكالويدز. طبعا كل نبات على حسب موجود فيه ايه من دول، ممكن واحده ولا اثنين او ممكن كله موجود. والاويلي فيز بتبقى كومبوزد اوف اويلز اند ريزنز اور ريزنز. والاكزامبل الوحيد اللي عندنا اللي هو الاوبيوم او الافيون. الاوبيوم ده عباره عن اير درايد لاتكس بحصل عليه من الانرايب كبسول بابابر سوريفا. هي صحيح انرايب بس ايه؟ بس لازم تبقى فولي جرون. ليه؟ لان هي لو اماتيور هيبقى لاتكس اللي فيه قليله. يبقى فولي جرون بات انرايب كبسول بابابر سوريفا. المفروض تكون ما تقلش الكونستيتوينت اللي فيها عن 10% مورفين وما تقلش عن 2% كودين. كبسول دي طبعا نوع من انواع الفروتس، انت سمعت اوريدي عليها مع دكتوره ايهان في الكلاسيفيكيشن بتاع الفروتس. باجي انا على الكبسول اللي هي لسه انرايب بس فولي جرون زي ما اتفقنا، وابتدي اعمل انسيجن. الانسيجن ده شكله على حسب المكان، يعني على حسب البلد، في بيعملها خط، في بيعملها نقط خروم يعني كده تشققات بالطول او بالعرض وتفر حسب المكان متعود يعملها. بيبقى طبعا استخدم سبيشال نايف وبتتعمل في الافترنون. ليه مش الصبح؟ علشان الندى ما يوقعش الليتكس ده ويخسرني جزء من الالكالويدز. المفروض الانسيجن انت بتعمله خارجيا، ما تخترقش الكبسول. لو اخترقت الكبسول هيحصل ايه؟ الليتكس هيدخل جواها وهتبتدي يزيد كميه البروتين على حساب الالكالويدز. كمية الالكالويد هتقل وكمية البروتين هتزيد. انا مش عايزة كده، انا عايزة الانسيجن يبقى على الجدار خفيف ما يخترقش الكبسولة علشان يبقى كمية الالكالويد فيها عالية ما تقلش. وزي ما شفنا انت شايف قدامك الشق ده باستخدام سكينة، اما شق طولي او خروم بالعرض او كل الشقوق جنب بعضها على حسب كل بلد ما تعودت تعمل. طبعا اكيد الاوبيوم ده فيه كتير الليجل زي في افغانستان وزي في صحراء سيناء وزي في باكستان ودول كتير من اللي هي عليها حتى صراع سياسي دلوقتي.
الليتكس بيطلع في صورة زي الملت لونه أبيض، وبعد كده لما بيتعرض للهواء بيبتدي يحصل له كواجيليشن ويتحول لون البني، بيعملوا سكرابينج يعني بيبتدوا يكحتوها من على سطح الكبسول وياخدوا الدرايد ليتكس ده ويبتدي يشكلوه في أشكال. الكالسيتون طبعا الكالويد زي ما انا قلنا، اهم واحد فيهم الفينانثرين جروب. الفينانثرين جروب اللي هم انت لو تفتكر الانثراسين كانوا ثلاث حلقات جنب بعض، الفينانثرين ثلاث حلقات بس مش بسوى واحد. واهم واحد في الكلاس ده اللي هو المورفين. المورفين الاسم ده جه من مورفيوس اللي هو جاد اوف سليب، ده اكيد كلنا عارفين ان هو اللي موست افكتيف بين كيلر وادكتيف طبعا، والتصنيع بتاعه لسه gives very low yield، فاحنا لسه معتمدين على المحصول الطبيعي الليتكس الطبيعي اللي طالع من الاوبيوم عشان نحصل على كمية المورفين اللي تكفي استهلاك الطبي. ده الاكشن بتاعه بيبقى انتي بيرستالتيك وريسبيراتوري ديبريسنت. الالكالويد التاني من الفينانثريز كلاس اللي هو كودايين، ده كاف سيداتيف يعني الانالجيزيا بتاعته اقل، الإفكت بتاعه أقل من المورفين، والأدكشن بتاعه أقل طبعا من المورفين. وهنا بيشتغل على الكاف سنتر اللي موجود في المخ، وبستخدمه only for dry cough مش اللي هي فيها بلغة، لا الكحة الناشفة. وأكيد طبعا لأن الستراكشر بتاعه قريب من المورفين هتلاحظ عند نمبر 3 في OCH3 في الكودين مش موجودة في المورفين، المورفين موجود فيها OH، عشان كده الإفكت بتاعه أقل، لكن ستيل فيه برضو شوية من الإفكت بتاع المورفين. عشان كده كان المستحضرات اللي فيها كودين على طول الناس المدمنين بياخدوها بيشربوها، ففي كتير منهم قل ومبقاش موجود في السوق زي زمان. كلاس التاني من الألكالويد اللي هو بنزايل ايزوكلورين ألكالويد، وده اكزامبل واحد اللي هو بطافرين. بطافرين ملوش علاقة خالص بالأدكتف أكشن بتاع المورفين وكودين. هنا بيشتغل كسموث ماسل الأكسنت يعني بيتاخد حقن دي لعلاج المغص. وفي الناس اللي هتشتغل في المستشفيات هتلاقي الامبولات دي بستخدمها للسيريبرال اند بريفرال فازودايليت، يمكن ده مش هتقابلها قوي في اللي هيشتغل في الصيدليه، لكن اللي هيشتغل في مستشفى هيقابلها كتير ان البوتافرين بيشتغل كسيريبرال وبريفرال فازودايليت. الالكالويدز اللي موجوده في الاوبيوم موجودين ان ذا فورم اوف سولت ميكونيك اسيد او بسلفوريك اسيد. احنا هناخد التست فور ميكانيك اسيد لان الميكانيك اسيد مش موجود غير في الاوبيوم، وبالتالي لو جت زبطيه لو انت شغال في المعمل الجنائي وجات لك زبطيه وقال لك يا دكتور شوف لنا ده اوبيوم ولا لا، حتى اول حاجه واسهل حاجه هتعملها تست فور ميكانيك اسيد، لان الاسيد ده مش موجود قلنا غير في الاوبيوم. لو اداك التست ده بوزيتيف هتبتدي تشك ان العينه اللي عندك دي فعلا افيون، وهتبتدي تعمل تست بعد كده السوفيستيكيتد شويه او المحتاج اجهزه او محتاج ريفرنس اللي هي الكروماتوجرافي عشان تتاكد ان الالكالويدز موجودين. بيتعمل ازاي تست فور ميكانيك اسيد؟ باخد الدراج اللي هو مديهولك ده، تبتدي تحط ميه وتشيك وتفلتر على الفلتر، هتحط فيريك كلورايد هيديني لون احمر. الريد كلر ده نوت ديسترويد باي اتش سي ال. ليه بقول نوت ديسترويد باي اتش سي ال؟ عشان افرق بينه وبين اللون اللي بيتكون مع الاسيتك او الفورميك اسيد. يبقى تست فور ميكانيك اسيد ده بستخدمه في المعمل الجنائي او في التست لل العينات بتاعت اللي انا شاكه فيها انها اوبيوم عاده، لان مش موجود غير في الاوبيوم. فبالتالي لو اداني بوزيتيف ده هيبقى تيست اولي مفيد جدا ان انا اعرف ان العينه دي اوبيوم. تيست فور مورفين باخد الفلتر اللي انا لسه عاملاه ده وبحط انشفه للدراينس واحط عليه فورمالدهايد وسلفيوريك اسيد هيديني لون كريمزون كلر. وطبعا اكيد في تيست كتير قوي غير كده كروماتوجرافيك يعني زي تي ال سي او الاتش بي ال سي، وفي مايكرو كريستال تيست تسمع عنه ان شاء الله في سنه ثالثه وسنه رابعه. احنا بس بنديك تيست على السريع للمورفين اللي هو كلر تيست بتاعه. اكيد كلنا سمعنا عن الهيروين او الهيروين، ده عباره عن اسيتايليتد مورفين في الاثنين فري او اتش الموجودين في 3 و 6 بيدخلوا جروب اوف اسيتايل جروب، وده كانت شركه باير عملته من زمان كانت ايمنج انها تحصل على انرجيزك اقوى، لان الهيروين له قدره انها تخش على تخترق البلاد برين بارير نتيجه الهيبوفيليك كاركترز بتاعته اكتر من المورفين، وفعلا لقوا الانرجيزك بتاعته اعلى وابتدت الشركه تحقق مبيعات، لكن بعد كده اتفاجئوا بعدد كبير من الادكشن حصل وعدد كبير من
حالات الوفاة حصلت، وكانت دي بداية طبعا دخول الهيروين في السوق الإليجل للأدكشن. بيتباع في السوق بيبقى مش بيور، لو كان هو بيور هيبقى لونه أبيض، بيبقى عادة مخلوط بمواد ما أنزل الله بها من سلطان، سواء كان دراجز تانية أو ستارش أو لبن أطفال مجفف وات ايفر، عشان ما يبقاش طبعا غالي، فبيعملوا ميكشي مع أي حاجة، ودي بتبقى خطورة في حد ذاتها، لأن ده الهيروين ساعات يا إما بيتشم أو بيتحقن، ولو اتحقن في وجود المواد دي ممكن طبعا يؤدي للحساسية أو يموت الأدكت، مش مجرد من جرعة بس، لأ ده بالأدكت في السنجل. الكلاس اللي بعد كده اللي هو السكرين ديريفاتيف، ده حاجة سهلة كده وظريفة تعدي بسرعة. أول واحد فيهم الهاني أو العسل، وده إيه؟ ده عبارة عن ليكويد بروسيسد باي ذا هايف بي، النحلة العسل بتبتدي تجمع الرحيق من الأزهار أو سكريشن من النباتات، بتجمعها وبتشتغل هي عليها سام انزيمز هي موجودة عندها، وبتبتدي تحط في الخلايا السداسية بتاعتها وتعملها ستورنج وتسيبه لحد ما يحصل له رايبنينج وماتشورنج. يبقى بعد ما هي جمعت النكتار أو الرحيق من الزهور، ابتدت تحطها في الهاني ساك اللي موجود عندها فوق بطنها. جورينج ما هو معدي بيبتدي يحصل له ميكسينج مع سليفري سكريشن والانزيمز الموجودة زي الانفرتيز مثلا، تبتدي تحول السكروز إلى انفرت شوجر. بعد ما بتشتغل عليه وبتخلطه بالانزيمز والحواديت دي كلها، بتبتدي تحطه قلنا في الخلايا السداسية بتاعتها، وتقفل عليه بالواكس وتسيبه 3 4 ايام عشان يبتدي يتكون الدكستروز. تيجي انت بعد كده الراجل بتاع المنحل ده يبتدي يعمل كولكشن للعسل ويعمل له فلتريشن. الكونستيتوينت بتاعت الهاني بيبقى دكستروز، ليبيروز، سكروز، بالاضافه الى يعني طبعا صفحات مكتوبه في الكونستيتوينت، انا جاست بقول لك حاجات على السريع اهم حاجات منهم. ماينر كومباوندز ممكن تكون فينوليك اسيد، فلافونويدز، انزيمز زي جلوكوز اوكسيديز، اسكوربيك اسيد، كاروتينويدز، اورجانيك اسيد، فري امينو اسيد، بروتين والفا توكوفيرول. اليوسز بقى بتستخدم في ايه؟ اكيد طبعا سويتنينج، ممكن يبقى ديمالسن في الكف. في بعض الناس بتحب انها تحطه لو بيور طبعا هاني، انا هتاكد ان هو نظيف مش ادلتريتد، بيساعد على علاج السورز والونز. ممكن بتساعدني برضو في الجاستريك ألسر اللي هي ناتجة عن وجود هليكوباكتر بايلوري. والتست هنا بيبقى ايه؟ التست اللي موجود في الفارماكوبيا بيبقى تست فور بيقيس الريفراكتيف اندكس بتاع الهاني، بياخدوا قياستين للريفراكتيف اندكس دي، والمفروض ان هي ما تقلش عن 1.487، ده equivalent لماكسيمم ووتر كونتنت اوف 20%. يبقى تست فارماكوبيا ان هو عبارة عن بيقيس الريفراكتيف اندكس قرايتين وياخد الافريج، المفروض انه ما يقلش عن 1.487. بعمل ايه في التست ده؟ باخد العسل واعمل له هوموجينايزيشن لو في اي حاجه مرسبه او حاجه زي كده، وبحطه في ووتر باث يكون دافي علشان خاطر لو في شوجر لسه ما دابتش تدوب، وبعمل كولينج وبحطه في الريفراكتوميتر واقيس على طول الريفراكتيف اندكس وباخد الافريج للاي اس تي. تست اللي بعد كده تست فور برولين، بعمل بحط نين هيدرين هيديني اللون البربل. لو العسل ده كان ادلتريتد بارتفيشال انفيرت شوجر، ارتفيشال انفيرت شوجر بيبقى فيه فرفورات، وبالتالي لو حطيت على العسل ريزورسينو في اتش سي ال هيديني اللون الاحمر. يبقى تست فور ادلتريشن، الادابتيشن ده الغش ده لو هم خالطين العسل بارتفيشال انفيرت شوجر هيبقى فيه مركب اسمه الفرفرات. ممكن برضو الفرفرات ده بيتكون بالتخزين الكتير قوي للعسل، يبقى اما الفرفرات ده متكون من غش بارتفيشال انفيرت شوجر او نتيجه التخزين الطويل. هيحصل ايه؟ هيحصل لو حطيت الريزورتين ال اتش سي ال هيديني لون احمر نتيجه وجود الفرفرات. كونترا انديكيشن اللي كلنا سمعنا عنها ان المفروض العسل ما حليش بيه اي حاجه للاطفال تحت سن 12 شهر، ده مش طبيعه العسل نفسها، ده خوفا ان العسل يكون كونتامينيتد باورجانيزم اسمه كلوستريديوم بوتشولينم، وطبعا ممكن يعمل بوتشوليزم للطفل ويموت. الطفل اللي بيبقى اكبر من 12 شهر بيبقى عنده مناعه ضد الاورجانيزم. الحاجه التانيه اللي هي الرويال جيلي او غذاء ملكات النحل،
ده بيبقى ميلكي فلويد produced by worker bees شغالات بتعمله علشان يبقى غذاء essential nourishment for growth and development of queen bee. طبعا queen bee اللي هي الملكة بتبقى الشكل اللي في النص اللي على اليمين ده الذكر اللي هو مبيبقاش طويل واللي على الشمال الوركر او النحلة الشغالة اللي بيبقى اغلب الخلية مكونة منه. قصيتهم بتاعت الرويال جيلي برضو كتير قوي قوي يدوب بناخد منهم اتنين تلاتة. البروتين بيبقى فيه الـ 8 essential amino acids زائد other acids sugar و lipids و vitamins زي B و C و D والـ E in low traces. برضو بيبقى فيه pantothenic acid والنيكوتينيك والنسيتول. فيه مركب مهم قوي اللي هو الهيدروكسيل ديكانويك acid ده مش موجود غير في الرويال جيلي وده الاكشن بتاعه انتي فايروس. بيبقى فيه طبعا شوية minerals بالاضافه لذلك في كومباوند انتي بكتيريال اكشن بيبقى بروتين ان نيتشر واسمه رويال زين. يبقى الرويال جيلي مكون من حاجات كتير قوي. البروتين اللي بيبقى فيه 8 اسينشال امينو اسيدز موجودين بالاضافه لامينو اسيد تانيين. بيبقى فيه شوجر وليبتس وفيتامينز ومينرالز ومركب مهم قوي اللي هو هيدروكسيل 10 هيدروكسيل ديكانويك اسيد. المركب ده 10 هيدروكسيل ديكانويك اسيد ده موجود في الرويال جيلي اونلي وده انتي فايرال وبالاضافه الى وجود انتي بكتيريا بروتين اسمه رويال زي. يستخدم في ايه غذاء ملكات النحل ده؟ ده طبعا اكسبنسيف دايتري سبلمنت ريكومندد فور كاونتر اكتنج ذا افكت اوف ايجينج وعشان الاستابيليتي بتاعته دايما بتلاقيه معمول موجود ميكس مع الهاني. ممكن بتحط في توبيكال كريم او اوينتمنت فور ريفيتاليزيشن اوف دراي سكين زي ما اتفقنا في must be stabilized by the addition of honey. الحاجة التالتة اللي النحل بتكونها احنا قلنا العسل وغذاء ملكات النحل. الحاجة التالتة the third component اللي بتكونه النحلة اللي هي البي بولن. البي بولن ده غذاء النحلة نفسها بتعمل ايه؟ بتجمع البولن من كذا شجرة وتبتدي ان هي تحطها مع في الخلايا بتاعتها بتخلط عليها شويه انزيم ونكتار عشان تكون في الاخر البي بولن اللي هو الغذاء بتاع شغلات النحل. يبقى بتجمع البولن تبتدي تحط عليه نكتار وتشتغل عليه بدايجستيف انزيم لحد ما في الاخر بيكون البي بولن اللي المفروض ان هو الغذاء بتاعها. حضرتك بتيجي تاخده على الجاهز لانه هايلي نيوتريشس فود فور هيومن. الكونستيتوينت هنا برضو فيه بروتين والبروتين ده contains at least 18 amino acids including the essential ones كل الاسنشال موجودين وبرضو نفس الكلام فيتامينز ومينرال وانزيم وكوانزيم فاتي اسيد وكربوهيدرات وبروتين. يعني زي ما انت شايف كل حاجة لها علاقة بالاكل موجودة في البي فول. يستخدم في ايه؟ احنا لسه قايلين ان ده غذاء متكامل فبالتالي act as catalyst to aid the absorption of nutrients especially for athletes. يعني الناس الرياضيين بيحبوا ان هم ياخدوا منه كمية علشان بيعتبر غذاء متكامل بالنسبة لهم. وجدوا برضو انه بيساعد في الازمة لما قبل لما في فصل الخريف او في تغيير الفصول عامة بيبقى المريض الازمة بيعرف ان هو اكيد هيجيله اتاك فبيبتدي ان هو يحطها في اكله علشان تهلت مع ان الازمة دي ما تجيش عددها كتير او ما تجيش بنفس الحدة. برضو بتنفع للوس اوف ابيتايت او الناس اللي هي نموهم بسيط او شهيتهم قليلة. رابع حاجة النحلة بتكونها اللي هو البيز واكس اكيد سمعت عنه في الفارماسيتكس اللي هو شمع العسل. تيجي اخد انا جدار الخلية بتاعتها وابتدي اسيحه بالمية السخنة وفلتر وشيل اي حاجة تكون غريبة تكون نحلة ميتة مثلا او حاجة زي كده. بيكون من ايه؟ بيكون من مايريسايل بالميديت. مايريسايل بالميديت اسمه مايريسين اند مايريسايل ستيريت ده استرز مايريسايل بالميديت او استر مايريسايل ستيريت. الديفينيشن بتاع الوكس هتاخده ان شاء الله مع دكتورة هالة يعني ايه كلمة وكس. بيستخدم في ايه؟ بيستخدم طبعا في حاجات كتير زي ما سمعت في الفارماسيتكس زي الاوينتمنت والبولش والبلاستر. البي بروبوليس ده خامس حاجه النحله بتكونها. يعني ايه بي بروبوليس؟ دي عباره عن ريزنس سبستنس بتبتدي تجمعها من البيف بود او البارك او وات ايفر
وبتبتدي هي تشتغل عليها برضو، ودي اللي بتبقى زي الأسمنت بتاعها، يعني بتستخدمه في بناء الخلية بتاعتها. These are natural thinning agent and natural antibiotic. الكونستيتوينت بيبقى فيه ريزن وبيز واكس واسنشال اويل وبولن ومواد تانية كتير. اليوز بتاعتها بتبقى ايه؟ بتساعد في الانفكشن دايجستيف وسيركيلاتوري ديس اوردر وحاجات كتير. يبقى بي بروبوليس ده خامس حاجة النحلة بتكونها، بتلم شوية ريزن من أي أجزاء نبات زي البابز أو البارك أو whatever، وتبتدي تشتغل عليه وتتكون منه ناتشورال سيلينج ايجنت، ده بيعتبر زي الأسمنت بتاع الخلية. الكونستيتوينت هنا بتبقى ريزن وبيز واكس واسنشال أويل بولن وشوية فيتامينز. بنستخدمه احنا في ايه؟ بنستخدمه في it helps in infection digestive and circulatory disorder. اخر حاجه النحله بتكونها، سادس حاجه اللي هو بي فينم او سم النحله، ده اسمه ابي ثيرابي، يعني انا بعالج باستخدام البي فينم. كلمه ابي ثيرابي يعني انا هعالج البيشنت اللي قدامي ده باستخدام سم النحله. بستخدمه ازاي؟ اما بجيب النحله نفسها وبحطها ان هي تقرص البيشنت، او ببتدي اخد الفينم ده من المكان اللي بتفرز منه وتبتدي تعمله فورميليشن از ا كريم وتعمل ابلكيشن للكريم ده على البيشنت. مكون من ايه؟ مكون من انزيمز بيبتايدز وامينز. بينفع في حالات ايه؟ بينفع في تريتمنت اوف ارثرايتس او مالتيبل سكليروسس. يبقى انا باخد النحله واخليها تقرص البيشنت اللي بيعاني من ارثرايتس او مالتيبل سكليروسس، او بحصل على السم نفسه واعمله فورميليشن في صوره كريم وابتدي ان انا اعمل ابلكيشن للكريم ده على البيشنت. اخر حاجه اللي هو المانا من السكرين ديريفاتيفز اللي هو المانا. المانا ده عباره عن شوجر اكسوديشن بحصل عليه من انسايز تريز اوف سيرتن سبيشيز اوف فاميلي اولييسي، يعني باجي على الشجره وابتدي ان انا اشقها هتبتدي تطلع السكريشن ده، والسكريشن ده بيبقى شجري. وفين بعض الناس بتقول اللي هو ده اللي هو المن والسلوى بتاع سيدنا موسى. الكونستيتوينتس بيبقى مانيتول وسكروز. واليوزز هنا بيبقى حاجتين، كوميشن ايه بتقول انا ممكن اعترف بيه كمايند لاكساتيف، انما الاف دي ايه بتقول لك لا انا جاست هكتفي ان هو نيوتريتيف سويتنر. يبقى المنه ده افراز من الشجره، ببتدي اروح اشقها كذا نوع من انواع الشجره بيلونجنج تو فاميلي اولييسي، بروح اشقها هتبتدي تطلع شوجر اكسوديت. كونستيتوينت مينلي مانيتول وسكروز. اليوزز هنا حسب المنظمه المعترفه بيه، كوميشن ايه بتقول لك مايند لاكساتيف، انما الاف دي ايه بتقول نيوتريتيف سويتنر. اخر حاجه هنخلص بيها المحاضره دي شويه ديفينيشنز عشان تبقى عارف يعني ايه كلمه نيوتراسيوتيكال، يعني ايه فانكشنال فود، وايه هي الهربال كوزمتكس. نيوتراسيوتيكال انت اوريدي درستها، دي عباره عن فود اور بارت اوف فود اللي هيديني ميديكال اور هيلث بينيفيت انكلودنج ذا بريفنشن اند تريتمنت اوف ديزيز. يعني الاكتيف كونستيتوينت اللي بتسمع عليها في كل النباتات اللي انت خدتها دي كتير منهم قوي ممكن اعتبرهم فود اور بارت اوف فود. طبعا ليه؟ لانه بيديني اهميه ميديسينال او بيديني حاجه تساعد عموما في تحسن صحتي سواء في منع او علاج ديزيز. يعني مثلا اسكوربيك اسيد ده عباره عن نيوتراسيوتيكال، جالك اسيد نيوتراسيوتيكال. ادي اهو تيبل قدامك حاطه لك فيه سام اكزامبلز بسيطه، يعني مثلا حاجات جايه من بلانت اوريجن، البكتين، السليدوز، الكورسيتين، اللوتاين، دي كلها تعتبر نيوتراسيوتيكال وانت سمعت عنهم قبل كده. الانيمال كالسيوم او كرياتين دول برضه نيوتراسيوتيكال. مايكروبيال زي ليست ده كده انا مقسماهم حسب السورس، ممكن تقسمهم حسب الميكانيزم اوف اكشن. ممكن اقول الاسكوربيك اسيد ده الانتي اوكسيدنت. يبقى احنا اوريدي كلمه نيوتراسيوتيكال انت سمعت عليها قبل كده، ونيرلي اولموست اول الكومباوندز اللي انت خدتها الاكتيف كونستيتوينت تعتبر نيوتراسيوتيكال اذا لو كانت مركب توكسيك. طبعا ناخد الاكزامبلز حاجات من انت ما خدتهاش قبل كده طبعا عشان ما يبقاش تكرار. من الانزيمز في اول واحد فيهم اللي هو بابين. بابين ده بحصل عنه من الثمره بتاعه البابايا. بابين ده عباره عن فيجيتابل بيبسين. تيز ا بروتيوليتيك انزيم كونتيند فروم ذا ليتكس اوف ذا جرين فروت اند ليفز اوف كاريكا بابايا.
يبقى الثمرة بتاعت نبات البابايا تحصل منها على انزيم، الانزيم ده اسمه على اسم النبات اسمه بابين، ده عبارة عن بروتيوليتيك يعني عنده قدرة انه يهضم البروتين. ده بيستخدم في ايه؟ ده بيبقى عبارة عن قلنا ميكشر اوف انزيم، بيستخدم كدايجستيف ايد، ممكن ان هو يساعد في كنترولينج الاديما اند انفلاميشن، سواء كانت الاديما دي ناتجة عن خبطة او ناتجة عن عملية جراحية. برضه بيدخل في بعض السوليوشن بتاعت تنظيف العدسات وده ابروفد باي اف دي اي. ممكن يدخل في كريمات اللي هي الاكسفوليت اللي بتعمل تقشير للسكين. يبقى البافين ده عبارة عن ميكشر من الديجريدنج انزيم، بستخدمه ميديسنال في كنترولنج الاديما اند انفلاميشن، بستخدمه فارماسيوتيكال في محاليل تنظيف العدسات اللاصق وده ابروفد باي اف دي اي. ممكن برضه في الكريمات اللي هي بتشتغل اكسفوليت او للتقشير. الانزيم اللي بعد كده اللي هو الفايسين ده بنحصل عليه من الفيكس جلابراتا، وبيدخل في كتير من الفود اندستري. بالنسبة بقى لاستخدام الميديكال ده بيساعدني في الديترمينيشن اوف ار اتش فاكتور. ار اتش فاكتور ده طبعا بتاع فصائل الدم، مش هو اللي بيحدد الفصيلة، ده بس بيسرع عملية الاجلوتينيشن اوف هيومن بلاد سيلز باي ار اتش فاكتور 10 مرات. يعني لما يكون محطوط مع التفاعل هيديني مثلا اسرع ب10 مرات من لما يكون مش محطوط. لما بحط البلاد سيلز مع الار اتش فاكتور عشان احدد الفصيله بتاعه الدم هيديني رياكشن اسرع ب10 مرات من عدم وجود الفايسين. ملوش علاقه خالص ان هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، ده بس مجرد بيسرع عمليه الاجلوتينيشن. الفايسين برضو ممكن بيدخل في تصنيع الخيوط الجراحيه، وممكن في تحضير الانيمال ارتريز اللي هي الشرايين اللي هي هاخدها عشان ازرعها في البني ادمين. يبقى الفايسين ده بحصل عليه من نبات الفيكس جلابراتا، بيدخل في صناعات كتير من صناعات الأغذية، وبيسرع لي من عملية الأجلوتينيشن في معرفة الـ RH فاكتور، وممكن يساعد برضه في تصنيع الخيوط الجراحية أو تحضير الشرايين اللي هتتزرع في الـ patient. آخر إنزيم اللي هو برولين ده بحصل عليه من الأناناس، ده برضه عبارة عن ميكشر أوف بروتيز، وده بينفع في reducing الـ inflammation و reducing برضه الـ clumping أو تجمع البليتلت، وبالتالي بيشيل الداد والدامج تيشو افتر ابرن. يبقى بروبلين ده عبارة عن انزيم بحصل عليه من الاناناس، بيساعدني في حاجات كتيرة من ضمنهم اللي هو reducing the inflammation و reducing لتجمع البليتلت و removing الداد والدامج تيشو بعد ما بيحصل حرق للجلد. لايكوبين دي المادة الحمراء المسؤولة عن اللون بتاع الطماطم، تيز ريد كاروتينويد بيجمنت، والستركشر بتاعها تحت ده طبعا توضيحي بس عشان اوريك ان هو في كونجيجيتد سيستم دبل سنجل دبل سنجل زي البيتا كاروتين بالظبط، وده بيستخدم تو بريفنت هارت ديزيز اند كانسر. واحد من الكربوهيدرات ديريفيتيف اللي هو البيتا جلوكان دي عباره عن بولي ساكرايد اوف دي جلوكوز مونومر، بيتحدوا مع بعضهم بجلايكوزيتك بوند. دول عباره عن مركبات كتيرة جدا جدا بتختلف في المولكيولر ماس وفي السوليبيليتي وفي الفيسكوستي و 3 دايمنشنال كونفيجريشن، وبحصل عليها من كذا سورس، ممكن تكون من سيلوز، من مشروم، من بران، من سيريال، من حاجات كتيرة جدا. كلاس البيتا جلوكانز على بعضه دي حاجة من الكربوهيدرات، بيبقى عبارة عن وحدة بناء اللي هي دي جلوكوز متحدة مع بعض بجلايكوسيتك بوند. بحصل عليها منين؟ من حاجات كتيرة قوي، ممكن من السيلوز بتاع النباتات زي البران أو السيريال، وممكن من المشروم. دول مجموعة بتختلف في الحجم بتاعهم وفي 3 dimensional configuration وفي solubility وفي viscosity. الاكزامبل اللي هناخده منهم هيبقى بيتا جلوكان مع بروتين اتاتشد ليت واسمه بوليساكرايد كي. نبقى عارفين ان most active form of بيتا جلوكان اللي هما دي جلوكوز يونت متحدة مع بعض ب 1-3، يعني الكربون نمبر 1 متحدة مع كربون نمبر 3 بتاعت الدي جلوكوز التاني. ده بتمشي كده في التشين وفجأة تطلع سايد تشين فيها 1-6، يبقى التشين العادية الكربون الأولانية متحدة مع كربون 3 وماشية في تشين ستريت، بعد كده بتطلع سايد تشين على مسافات متباعدة ده بيبقى فيها 1-6، يبقى عشان كده بيسموها بيتا 1-3-1-6 جلوكان. ده الموست أكتف فورم. وقلنا إكزامبل من البيتا جلوكان أتاتش للبروتين اللي هو بوليساكرايد كي. طب احنا بندرسهم ليه؟ البيتا جلوكانز عامه اسمهم بيولوجيكال ريسبونس موديفاير، يعني عندهم قدره ان هم
ياكتيفيت او يعدلوا الاميون سيستم بتاعي عشان يشتغل احسن، بس ما بيشتغلش اوفر رياكتيف عشان يشتغل افضل، زي اللي احنا لسه قايلينه بوليسكارايد كي اللي هو متحد مع بروتين او زي الانتينان، ودول بيستخدموا كامينو ادجيفنت ثيرابي فور كانسر من حوالي 30 سنه. الحاجه الثانيه، دول كل الحواديت دي كنا بنحكي في ايه؟ بنحكي في النيوتراسيوتيكال، قلنا الاكتيف كونستيتوينت اللي اتخذتهم، وقلنا الانزيمز، وقلنا اللايكوبين، وقلنا البيتا جلوكين. الحاجه الثانيه اللي هي كلمه فانكشنال فود. فانكشنال فود يعني معناها غذاء انا عملت له فورتيفاينج، عملت له اضافه ل كونسنتريتد انجريدينت عشان تو فانكشنال ليفل تو امبروف هيلث اور بيرفورمانس. الغذاء ده انا ضفت له حاجات عشان يشتغل افضل لتحسين الصحه. ميديكال فود بقى، الميديكال فود ده عبارة عن فود specially formulated and intended for dietary management of a disease. أنا هنا بقى مصممة لحالة معينة عند patient، زي ايه؟ زي مثلا البيدياشور والحاجات دي اللي هي nutritionally complete formula. البيشنت اللي هم عندهم الغذاء بتاعهم مش كويس، مش قادرين ياكلوا كمية كويسة، أو الأندر ويت أو whatever، ده بيديهم nutritionally complete formula، بتبقى فيه حاجات كتير قوي الجسم محتاجها، زي فورمولاس فور سنتر ميتابوليك ديز اوردر. البني ادم ده ما بيقدرش يهضم مثلا الحاجه الفلانيه، فبنديله فورمولا مخصوص ليه، زي الريهايدران الاورال ريهايدريشن برودكتس، ده بيبقى فيه مجموعه من الاملاح علشان تعوض الريهايدريشن اللي حصل في الجسم. يبقى ميديكال فود ده فود غذاء مصمم بارتيكولرلي علشان اعالج ديزيز محدد، اديله نيوتريشن نيدز اللي هو محتاجها، اللي هو ما ينفعش ياخدها بالنورمال دايت. اخر حاجه برضو هنقولها على السريع في المحاضره دي اللي هي هيربال كوزمتكس. هيربال كوزمتكس يعني معناها كريم او انت او ايفر كان البيز اللي عندك ايه، وموجود فيها هيربال برودكت او حاجه مستخلصه من نبات. اول اكزامبل اللي هي فروت اسيدز، الالفا هيدروكسي اسيدز زي المالك واللاكتيك والجلونالاكتون، او المالك ده موجود طبعا في الابل والجريب، ده بيستخدم فور دايجيشن مايلجيا. اللاكتيك بيبقى موجود في الصويا واليوجرت. يبقى فروتي اسيدز اللي هم اول حاجه الالفا هيدروكسي، البيتا هيدروكسي طبعا اللي هم زي الساليسيليك اسيد. الالفا هيدروكسي زي المالك واللاكتيك والجلونالاكتون. المالك ده موجود في الابل والجريبس وبستخدمه للدايجيشن والمايالجيا. اللاكتيك موجود في الصويا واليوجرت. طب ايه اهميتهم؟ بيدخلوا في الكريمات اللي هي الاكسفولييتنج برضو، مويسترايزر. هنا بقول ان انا لازم استخدمه بحرص عشان طبعا دي حاجه بتقشر الجلد، فلو استخدمتها كتير او كان التركيز اللي فيها عالي ممكن يعمل لي اريتيشن للسكن. تستخدم ازاي؟ في حاجه اسمها كيميكال بيلينج، ده بيبقى ميكشر كونتيننج اب تو 30% بيتا هيدروكسي اسيدز اللي هم زي قلنا زي الاكزامبل الساليسيليك مع الفا هيدروكسي اسيد، ده بيستخدم لعلاج التجاعيد الفاين لاينز اللي هي التجاعيد الخفيفه اللي موجوده في الوش. من ضمن برضه فروت اسيد لو السيتريك اسيد او ملح الليمون، ده بيعمل بي اتش ادجستمنت واكت اس سينرجيست تو انتي اوكسيدنت ديو تو كومبلكسيشن اوف هيفي ميتال اي. يبقى انا لو عندي تحضيره في انتي اوكسيدنت حاطه فيها مثلا شويه فلافونز او اسكوربيك اسيد او وات ايفر، بيحطوا معاها سيتريك اسيد عشان السيتريك بيعمل كومبلكسيشن لهيفي ميتال، وبالتالي بيشتغل سينرجيست يعني بيساعد العمل بتاع الانتي اوكسيدنت. عيوب بقى الهيربال كوزمتكس طبعا هما سلور مش زي السينثيتك، بياخد لونج تيرم تريتمنت، واكيد المانيفاكتشر بتاعته تايم كونسيومنج عشان الكواليتي كنترول بتاع الهيرب بتبقى عمليه معقده لان في كذا كونستيتنت موجودين معايا، واكيد ده علم كامل وفي دبلومه بحالها اوفرد اسمها هيربال كوزمتكس. يعني احنا جاست بعرفكم بترمينولوجي كده انت ممكن تقابله، لان دي تقريبا اخر سنه بتاخد فيها فارماكوجنسي، بعد كده هيبقى ان شاء الله فايتوكيمستري. مديك انا ريفرنس جميل لو انت عايز تقرا فيرذر ريدنج عن الموضوع. نيجي بقى في اخر 2 3 سلايد هبتدي الخص لك حاجات انا قلتها، وقلت لك هقولها لك في اخر محاضره. هنا الانجلش نيم او اذر انجلش نيم، الجام اكيشيا الاذر انجلش نيم انا ذكرته في المحاضره، قلت اسمه جام عربي. الكرايا الاذر انجلش نيم بتاعها ستاتيوري او انديان دراجونز. الاوليبانا تساوي فرانكنسنس. الاجار هو نفسه الجابانيز سينجلاس. الجمبير هو البيل كاتيكو. ايه الحاجات اللي مطلوب اعرف اللاتين نيم بتاعها مش الفول ديفينيشن، عايز اعرف اللاتين نيم؟ الجام اكيشيا، الجام دراجونز، الماستيك، المر، الجوجول،
سوماترا وسيان بنزوين، بلسم تيرو بلسم تولو الستوركس الالوس الاثنين بعرف اللاتين نيم زائد الكميه بنسيشن قلت 28 و18 تبقى عارفهم، والاوبيوم يبقى كل الدراجز اللي موجوده قدامك المفروض تعرف لها اللاتين نيم اونلي مش الفول ديفينيشن، ما عدا الالوس بتعرف لي الكميه بتاعتها اللي هي 8 رقمين 28 وال18. دي الاسامي العربي برضه بتاع اللي انا ذكرتها، جام عربي اللي هو الصمغ العربي، جام تراجاكنس اللي هو صمغ الكفيراء، الجمبير اللي هو الفلفل الهندي، بلاك كاتشيكو كاد اسود، الماستك اللي هي المستكة، اوليفانا اللي بين الذكر، المر اللي هو المر، بلسم تولو التولو، سوماترا بنزو اللي هو الجاوي، ايوه هو صح البخور الجاوي اللي انت بتشوفه الراجل ماشي بيه في السوق، الالوس اللي هو الصبر، والاوبيوم اللي هو الافيون. كده احنا الحمد لله خلصنا جزء الـ unorganized drugs، و thank you for your attention، good luck for in the exams.